هذا سائل يقول: سماحة الوالد، كثر في الآونة الأخيرة الطعن في الأئمة وكبار العلماء لا سيما في عقائدهم، ومن ذلك العلامة الألباني رحمه الله، حيث ظهر من الجهلة الأغرار من يرمونه بالإرجاء، فما قولكم في هذه الفرية؟ وما قولكم في سماحة الشيخ الألباني قطعا للخلاف الواقع بين طلبة العلم وكبسا للفتنة؟ وجزاكم الله خيرا. رجعنا إلى الكلام الذي مر، وهو تجريح العلماء والكلام في الناس، وأن هذا من الجرح والتعديل. هذا كلام لا يجوز في العوام، فكيف بالعلماء؟ والشيخ الألباني توفي إلى رحمة الله، ونرجو له المغفرة والرحمة، وله جهود جيدة، وعقيدته سليمة، وإن وقع في شيء من الخطأ فالله يغفر له، ولا يجوز أننا نبعث هذا الشيء وننشره بين الناس. نعم.